بنشوف بعدين كيف لما نجي نحل مسائل طبعا بسيطه جدا مش صعبه. فقط اجريجيت لاننج معناها الاداره الشامله، يعني لازم كل ما يخص تكاليف انتاج منتج معين لابد ان نعرفه ونعرف من البدايه. وفي معانا بعدين بوليسيز، تو بوليسيز او تو ميثودز اوف اجريجيت بلاننج، التشيس ميثود والليبل ميثود، ونحسب الحالتين وناخذ الاقل. ناخذ الاقل هذا اكيد معكم طبعا. اي موضوع. كتابة الأوبجكتيفز والليرنينج أوتكمز اللي موجودة في البداية هي مش مطروحة اعتباطية. فهنا في الأوبجكتيفز after completing this section you should be able to explain what aggregate planning is and how it is useful. هذا لازم تقرأها أنت بحفظ. ولابد لأنه أنت الآن يعني after completing of this section. يعني أنت الآن بتساءل بهذه النقطة. أنت بتساءل بهذه النقطة. Explain what is the aggregate planning and how it is useful, and identify the variable decision makers. Then prepare aggregate plan and compute their costs. من البداية عندما تقرأ هذا ضع بعين الاعتبار إنه أنت بتسأل فيها، ولهذا يجب أن تسأل قد ما تقدر حتى تخرج بفهم أكبر وتكون قادر في المستقبل يعني تنفذ هذه الأهداف. ايضا في قبل هذا في الليرنينج اوتكمز موجوده كمان موضوع هنا الاي ليرنينج ليسن، هذا لازم تطلع عليه. هذه الاوبجكتيف اللي موجوده ذكرناها اضافه الى التوبكس برودكشن ديماند اند كاباسيتي اوبشنز اجريجيت بلاننج ان سيرفيس ماستر برودكشن شيدول مع الاديوكيشن ريسورسز موجوده. هذه الكتاب هذا موجود عندي اللي هو ستيفنسون ويليام اوبريشنز، نزلته من الانترنت لكن الطبعه الخامسه، حاول تنزل الطبعه التاسعه كما هي موجوده هنا، اعطيكم من الان حتى ممكن اعطيكم الطبعه هذه اللي موجوده هنا. في الف الاسم. تمام. موجوده معنا الفولدر ده. اوكي. في فولدر اسمه بوكس. اوكي. رجاء لازم تقرا. شوف هذه كل الموديولات انا استغرب ليش ما اخذتوهاش من قبل. اي ليرنينج بروسيدر اند ستراتيجيز دي 3 ستودنتس بريباراتوري اكتيفيتي ذا بروفيسور ويل ابلود ذا موديول باور بوينت، يعني تو ياهو هذا الموقع اللي انتم فيه مفترض تكون معاكم قبل المحاضره وانت تطلع عليها تمام وتبحث وتسال. فلهذا قلنا لكم نحن نشتري نقاش في هذه المحاضره مش محاضرة إلقاء، لأنه ما حدش عاد يسوي محاضرة إلقاء في الجامعة حتى في البكالوريوس. هي عبارة عن انتراكشن. أنت تسأل يعني بالسؤال والشرح. هذا هو الفائدة. أما إذا كان بيكون واحد يلقي ف يعني أنت ما قرأتش وأي إلقاء فقط هو الذي بتستقبله. وإذا كان أنت كسلان برضه ما تقرأش معنى هذه المعلومات المحدودة هي التي بتاخذها، بينما لو تقرا انت اكثر يكون الفائده اكبر والشرح اكثر اعمق وكلنا بنستفيد. انا توقعت امس لما قلت بنقرا وبنسال انه قلت اليوم بيجي حاجة اسئله كبيره جدا. بس ما كانش لا دكتور صن مش انه قرينا بالمفهوم هذا اصلا هي بالنسبه للمفاجاه فرق والبيت المفاجاه فرق ولا مفهومه. انا دخلت طبعا بالنسبه للاجريجيت بديت احضر بعض الاسئله وكذا فهمت انه كيف عمليه التخطيط لانه يخطط بالنسبه للوركرز كذلك بشكل متكامل. فالاجريجيت انا اشوف انه يعني متوسع بالنسبه للتخطيط اكبر من الاجريجيت. هو مش صعب سهل لكن ناخذ بالعين الاعتبار كل شيء كل شيء الوركرز التكاليف طبعا في بوليسيز ليش البوليسي الذي بتكون اقل تكاليف هي الذي نتعامل هذا مثال انا بحضر المثال كمان الفيديوهات اللي نزلت لكم موجوده
بيستخدموا الطريق مباشرة شرح الانتل بالاكسل. أيوة ما عملت انت. ولهذا بحضر مثال بالاكسل مباشرة بنستخدم الاكسل. فارجو انكم انتم ايضا تتعلموا الاكسل. فاهم يعني امسكوا عاد الفهم. فاهم انت استخدمت الاكسل؟ استخدمت خلاص. استخدمت؟ فاذا ما استخدمتوش امسكوا بعادل اليوم. لازم يعطيكم تمام كيف عمل المعادلات كيف عشان نفهم. اول بيت سهل لي على الموضوع انه بدل ما نجلس نكتب المعادلات وضرب واسماء ومش عارف ايش كما شفتم عادل عمل فقط هناك المعادله فوق مباشره حصل تمام. اليوم هننتقي العصر ان شاء الله من الساعه 3 الى الساعه تقريبا 5 ونص كذا كيف بناخذ هذا الشرح حول النظري الجانب النظري اولا ايش اهميه What is aggregate planning? Why we use aggregate planning? وبعدين كيف نحدد البلان؟ كيف نعمل هذا؟ تمام؟ باستخدام الطرق المختلفة. فأقرأوا مشان تكون الأسئلة موجودة أسئلة. أسأل قد ما تستطيع عشان نفهم نستوعب كله. ما بتسألش بعطيك هذا الذي بتحصل عليه. بالأخير ممكن يعني إذا كان في أنام كيف؟ أنا قاعد أسأل. أنا بكون مشغول مع الامتحان الفترة الثانية اللي معانا امتحانات الدنيا الآن بدأنا اليوم. Objectives after completing this section you should be able to explain what aggregate planning is and how it is useful. Identify the variables, decision makers. Have to work within within aggregate planning and some of the possible strategies they can use. Prepare aggregate plan and compute their costs. Introduction. Aggregate planning, it is part of the production system and it is the intermediate range capacity planning. ما فيش حاجة في الاندستري بلان لمدة طويلة long range. Long range planning فقط للمشاريع الكبيرة. أنا معي مصنع أو مجموعة مصانع أشتي أطورها أنا أعمل خطة مستقبلية لخمس سنين 10 سنين 25 سنة زي ما أشتي. لكن خطة داخل المصنع كمية الإنتاج حساب التكاليف مش عارف إيش لا يمكن تكون خطة طويلة جدا يعني الآن هنا من شهرين إلى 12 شهر واحتمال تمتد إلى 18 شهر في حالتنا. يا دكتور بس نلاحظ دائما هوريزون هذه الكلمه موجوده بالاجريجيت ايش تعني هوريزون هوريزون يعني الافق ها الافق المدى يعني اقصى مدى اوكي تمام دكتور the goal of aggregate planning is to achieve a production plan that will effectively utilize the organization resources to satisfy expected demand. طيب هنا ما عندنا سؤال مثلا احنا الان هل عرفنا فكرة كوننا عن production system؟ أكيد. هل كوننا فكرة عن production system محمد؟ طيب الآن إيش البلان اللي بنعمله للproduction system؟ مثلاً أنا بجيب لكم مثال بسيط عن البلان. أولاً أنتم مثلاً لما نزلتم من عدن أكيد نزلتم بوصل تاريخ كذا بنعمل كذا بن كذا إذا كان بيدرسنا الدكتور في خلال فترة بسيطة 40 ساعة وبناخذ المادة ثانية أو بناخذ المادة المادتين مع بعض بشكل متزامن صح؟ بالضبط بنكمل كذا يعني حددتوا هذه خطه خطه زمنيه ايوه خطه زمنيه نفس الشيء الخطه الدراسيه معنا في الخطه الدراسيه 14 اسبوع تدريس بنبدا كذا والى المنتهي طيب في البرودكشن ايش الخطه؟ في البرودكشن سيستم في نظام الانتاج مصنع انتاجي تخيل اي مصنع انتاجي من المصانع اللي موجوده في تعز ايش الخطه الذي يعملها عشان تنفيذ ايش التنفيذ بالاخير هي انتاج بضاعه تبيع تسوق فايش الخطه ايش تحتوي على ايش الخطه فكر من بدايه المصنع لنهايه المنتج هذا الذي بتنتجه لو مدخلات اولا الرو ماتيريال صح صحيح ايش الى جانب الاشياء مكونات خطه الانتاجيه لهذا المصنع ايش مثلا انا خطط لزمن استيراد المواد الخام من الخارج تمام خطط لزمن التوريد وصول البضاعه الى مينا مثلا ايوه خطط للمخازن ايوه اخطط الوقت اللي اخذه من المخازن لخطوط الانتاج ايوه الى ان يصل المنتج النهائي لتسليمه للزبون
تمام. طبعا هذه كلها كلام عام، بعدين نجي نضيق الكلام هذا ونتكلم عن مقدرات المصنع على الانتاج، كم مقدرة المصنع، كم بيتم عمليه الانتاج، هل بيتم عمليه الانتاج؟ احنا كما قال عادل صباح او امس في مواسم، احيانا المواسم تجي كميه الانتاج ضغط على المصنع، احيانا تتجاوز قدره المصنع التصنيع، وفي بعدين يتنازل الطلب الى ان الى الحد الادنى، مش الى الحد الذي اخسر فيه لكن الحد الادنى. تمام، صحيح. فكيف بعمل انا الان؟ هذا هو السؤال، انه الان لما يكون في طلبات توصل للذروه واكثر مثلا تفوق قدره المصنع على تنفيذ الطلب والمصنع، كيف بعمل بالانس ما بين هذا الوقت او هذا الزمن اللي يكون فيه طلب كبير جدا والزمن اللي يكون فيه طلب الحد الادنى الذي هو ممكن يتماشى مع قدره المصنع واحتمال يكون اقل. المهم ما انزلش على البريك ايفن، ما انزلش على البريك ايفن بوينت اللي هو يكون الربح قياسي. تمام، انتم هنا من خلال ممكن مثال يستطيع واحد انه يحب عمليه مقارنه ما بين الخساره اللي تسمى خساره الفاقد، انه لو الخساره اللي بتخسرها لو مثلا رديت بعض الزبائن وكذا، وكذلك مقارنه ما بين خساره التخزين اذا انت مثلا بتنتج منتجات للمخزن. اذا كان مثلا خساره التخزين اقل، ممكن انا انتج خلال السنوات الى داخل المخزن وبعد ذلك، او اقصد خلال فترات معينه لداخل المخزن وبعد ذلك ارجع اخرجها اثناء ما يكون الطلب اكبر. هذا موضوع مهم جدا. انا احسب هي خساره وربح، فاذا انا استحوذ على هذا السوق اذا لابد انتج الكميه الكافيه، طبعا احسب كم تكاليف خزن هذا المنتج. اذا كان في الحد المسموح به، اذا حتى لو خسرنا جزء من الارباح نمشي بالضبط نمشي، لكن اذا فيها خساره في معي ايضا بدائل اخرى، في سب كونتراكتنج ممكن اروح اتعاقد مع مصنع اخر يلبي هذا الطلب. احسب ايش نقول دراسه الجدوى الماليه، هل ماليا مجدي ان انا اصنع، هل ماليا مجدي ان انا لا هذه الفتره، خاصه انه الزبون لو اصر انه يشتري الكميه هذه كامله الان، اذا هل مجدي هذا اقتصاديا او ماليا ان انا البي الطلب وازيد خط انتاجي مثلا، او لا ما اقدرش. طبعا في حاجه اسمها اوفر تايم، في حاجه اسمها هايرنج اوف وركرز، هذه كلها احسبها واتخذ القرار المناسب الذي ماليا او التكاليف ما تكونش تاثر على تاثر على التكاليف المصنع. تمام بالضبط. طيب يا دكتور، مثلا هل ممكن مثلا الواحد يستطيع انه يعمل عمله اضافيه في فتره محدده؟ ايوه انا ممكن ادرسها. أيوة. الهيرنج هذه وكرز ايش معناته الهيرنج؟ هيرنج يعني أجر، زي تأجير. أجيب واحد في أوروبا. إحنا لما نتكلم على الأجريجيت الآن ما نتكلمش على داخل للأسف الشديد. الآن مصانع، أقول لكم بعض مصانع ما نشيش نذكر طالما في بعض مصانع يتعاملوا بكل قطاع العام، عنده عمالة فايضة وعنده يعني ما في سياسة القطاع الخاص نهائيا، القطاع الخاص التجاري مثل ما هو موجود في الدول الرأسمالية. الدول الرأسمالية في حالتين، في مجموعه يعتبروا العامل اسد يعني من ضمن اصول المؤسسه، خاصه اذا كان ماهر وما يتنازلش عنه. وفي بعضهم يعاملوا العامل هذا كشخص مؤقت، لما احتاج له اجيبه ولما ما احتاج له اروح. وهذه السياسه مطبقه يعني مش زي عندنا هنا بنقول للعامل خلاص احنا الان ما نشتش ماشي معانا انتاج ده نتخلص من الاسر. اجي بعد فتره بحتاج له بيقول لا ما عندي باجيش. لا، هناك النظام خلاص عارفين هذا الكلام. شركة فيها خسارة مباشرة ينقصوا العمالة، الشركة ترجع لوضعها الطبيعي، يعرفوا العمال السابقين إذا بيرجعوا أهلا وسهلا، ما فيش يقدروا يأخذوا من مكان آخر بدرجة بنفس درجة المهارة. ونحن عارفين نسمع دائما إن لو سوت أزمة مثلا الأزمة المالية اللي صارت في أمريكا قبل كم سنة، كم عمال مئات الآلاف من العمال تم تسريحها. تمام؟ هذه السياسة موجودة، ما عدا احنا عندنا طبعا القطاع العام والخاص وحكومة القطاع العام اللي هو يوظف ناس ويدفع عليهم الجور. الأصح الأصح في المصانع القطاع الخاص حتى ولو هم عندهم حسن النية وما يشتش يعني الناس اللي تضرروا أو عائلة تضرر، في مجال آخر للمساعدة، في مجال آخر. صحيح. في بعض المصانع الآن مذكورة هنا ما نشوفش مستوحاة،
يعني يستخدموا انه لو في الفتره الذي يكون فيه كميه الانتاج الطلب قليل اذا عدد العمال يكون فايق. ليش يعملوا العمال؟ اما يودهم تريننج، اما يستخدمهم في اماكن اخرى لو ما يشتغل. يعني هذا التريننج اساسا موجود والتكاليف موجوده من ضمنها في الموازنه. بالضبط. اذا هيستغلوا هذه الفرصه ليعملوا لهم تريننج او عمل اخر في مكان اخر حتى ما يخسروش العمال. تمام؟ Aggregate planning can strategy can be described as proactive, reactive, or mixed. Proactive strategies involve demand options. They attempt to alter demand so that it matches capacity. نتكلم إنه واحد أجا يشتري 1000 قطعة والقدرة الإنتاجية عندي 800، إذا نعمل لهذا الشخص إغراءات. يعني أنا بعطيك الآن بعد خلال الشهر أنا عندي القدرة إنتاج 800، بعطيك 800 حقه بهذا السعر. الميتين لو انت تطبق عليه الشهر الثاني او الاسبوع الاول من الشهر الثاني بخفض لك بالسعر كده. تمام؟ ايوه. هذه الاشياء اغير الطلب هذا بحيث انه يتماشى مع القدره الانتاجيه. اعمل الاغراءات هذه الاخيره، وقلنا لكم ممكن يكون بالاخير عشان ما اخسرش الزبون يعمل نوجهه في اماكن ثانيه، او بدون ما توجيه نقول له اوكي بنقبل حقيقه الطلب هذا الألف، اذا رفض ويشتري الان ممكن اعمل سب كونتراكت مع مصنع اخر. وايضا هذه السياسات موجوده في الدول الراسماليه. ممكن واحد يعمل سب كونتراكت وبعدين خلاص لما يحتاج له فقط. تمام؟ اوكي. Reactive strategies involve capacity options by they attempt to alter capacity so that it match demand. Mixed strategies involve an element of each of these approaches. يعني نفس الاول نفس الشيء البرو اكتيف والرياكتيف نفس دي اتيم تو التر ديماند، وهناك ايضا اتيم تو التر كاباسيتي. يعني الاول ممكن اغير في الطلب، يعني قلت لكم نعطي الفرصه ان 800 بنتج لك و200 باقي لها، والرياكتيف انه لا انا عندي تكون مرونه في الطاقه الانتاجيه. اوكي. ممكن مثلا اذا انا اشتغل 8 ساعات ممكن ازيد ساعتين او الوقت المناسب.